مخدود ليه؟ تلاقيك خلصت الرصيد اللي في السماعه. عم الشباب والصيانه. انت بتبنش ليه؟ وبان ليه بعد ما جبت الان جي؟ ان جي؟ انت يا جدع انت بتبص على ايه؟ امشي امشي امشي. نسخ ده برسال يا عم، ده انا عامله على الفايبريشن. وايه كميه المخلفات اللي انت واخدها دي؟ الفايبريشن ايه؟ هو له قطع غيار؟ خيار ايه فقوس ايه؟ ده ليه خدمة وتوكيل، يعني ناس بتشتغل. استنى استنى، احسن هيفصل شحن. يفصل شحن ازاي يا استاذ؟ ده ان جي، ده انت اللي فاضل لك شرطتين وتفصل. ان جي احدث مراكز خدمة، تغطية كاملة لكل انحاء الجمهورية، خدمة فورية، قطع غيار اصلية، مهندسين على اعلى مستوى. وبيدوك ضمان؟ طبعا ضمان، مع ان جي انت في الامان يا مان. موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه بضمان جي ام سي.